موجز الأخبار من الدستور تقدمه مزن السفاريني. أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس البلغاري يبحثان تطوير التعاون بين الأردن وبلغاريا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والسياحية، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لكلا البلدين لدخول الأسواق العالمية. القانونية الوزارية تبحث العفو العام وتحيله إلى النواب يوم الأربعاء، والذي يشمل جرائم الرأي وبعض الجرائم إذا أسقط الحق الشخصي وتهمة تعاطي المخدرات ومخالفات السير، ولن يشمل الاغتصاب والتجسس والمتاجرة بالمخدرات وجرائم أمن الدولة وقتل رجال الأمن والرشوة والتزوير والغرامات غير المرتبطة بالجرائم. رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز يدعو إلى عدم الانجرار وراء محاولات زرع الفتنة بين مختلف المكونات الاجتماعية الأردنية، والحفاظ على العيش المشترك والتنبه إلى التحديات في هذه الظروف الصعبة. مجلس النواب يقرر إحالة ملف رفع رأس مال شركة الملكية الأردنية للطيران وشراء أسهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. استطلاع للرأي نفذ في شهر تشرين الثاني لعام 2018 يظهر أن النسبة الكبيرة من اللاجئين السوريين يعتبرون الأردن أفضل دولة مضيفة في التعامل مع اللاجئين. وزير الشؤون السياسية والبرلمانية رئيس اللجنة الوزارية للامركزية موسى المعايطة يبلغ رئيس مجلس محافظة العاصمة أحمد العبدلات عزم الوزارة عقد جلسات حوارية من أجل تطوير وتعديل قانون اللامركزية. إدارة مكافحة المخدرات تلقي القبض على 49 مروجاً وحائزاً ومتعاطياً للمواد المخدرة في كافة مناطق المملكة. مصادر مطلعة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن أن القائمة الأولية للطلبة المستفيدين من صندوق دعم الطالب الجامعي لن تكون قبل العشرة أيام الأولى من شهر كانون الثاني لعام 2019. وأخيراً إلى الحالة الجوية المتوقعة لليوم، يطرأ انخفاض على درجة الحرارة لتصبح بذلك حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس بارداً نسبياً بوجه عام مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. للمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الدستور.com. نهاية الموجز بأمان الله.